يعني بدا بدا ما تبقاش تفكر بزاف. راه ملي كتبدا ملي كتحط ملي كترك فوق ملي كترك فوق العاود وكتمشي تشد الطريق شحال من حاجه اخرى كتيسر فهمتي انت خاصك تبدا شحال من حاجه تيسر. صباح الخير عليكم. صباح بخير. كندوي عليها ديما الاستمراريه. كاينه الاستمراريه راه كتجي تمشي بعيد. ما كاينش الاستمراريه راه ما كاين والو. علاش دير شي نتائج زوينه في الانترنت ماركتينغ؟ راه حقداش من 2004 وانا كنكرت فهمتي. من 2004 يوميا قدام البيسي كتقرا ما جابش الله كتقرا كتعاود كتقرا كتعاود كتقرا كتعاود. جربتي هادي ما صدقاش حاولتي هادي موتي فيتي بقيتي غادي كتشونجي حتى علاش امتى نقولوا طلعت حتى 2010 يعني من 2004 وانت كتقاتل حتى 2010. دابا راه الحمد لله الخوت جاوا لقاو لي كور لقاو المعلومات لقاو كلشي موجود لقاو كلشي متوفر. ديك الساعه ما كانت حتى حاجه متوفره الانترنت ديال الاخره ما كانت متوفره. كنت كتمشي لها للسيبر بشي كدا 20 درهم في 2004 2003 2004 عاد من بعد ولات ب 12 درهم. تيقول لك لا ما طلقش لك كونيكسيون تيتجمعوا الناس خاص على الاقل يتجمع واحد جوج ولا ثلاثه عاد يطلق لك الكونيكسيون. دابا الحمد لله كلشي موجود يعني راه والاستمراريه كما قلت كاينه الاستمراريه كاين النتائج. ما كاين استمراريه ما كاين والو. نتائج الانتخابات اخوانا ما عندي الانتخابات لا والو. اللي عندي عندي الجزر مقابلين معايا وسميتو شد ستون ومبعد على الصداعات مبعد على المشاكل باش نركز في خدمتي. باش شوف كاينه حياه وحده خاص تعيشها مزيان خاص تبقى تضيع في الهضره خاويه في الانتخابات الصداعات. هذا قال عندك هذا راه قال هذا راه هذا شفت اش قالوا هذا شفت راه الموتور. حياه وحده الضيعه في الخوا الخاوه غادي تمشي منك. عيشها مزيان عيش مزيان قلب على شي بلاصه تعيش فيها مزيان قلب على شي ناس تعيش معاهم مزيان اختار طور حياتك اختار الناس اللي تعيش معاهم. حياة وحدة ما لقيتش ما نقول حياة وحدة هو اللي كاين ما تضيعهاش. علاء الدين دون شكرا بزاف الله يودك اخويا مرحبا. دابا الحمد لله كاين بزاف ديال الناس في هذا الزمن هذا ممكن تستافد من التجارب ديالهم ولو حتى العرب حتى هما ولات واحد القضية ديال الناس عرب تيزعموا يشاركوا وكي زعما ما بقاتش ديك الحشمه من الكاميرا في تطور ماشي نقول لك ولات كلشي ولا مزيان ما الحمد لله ماشي بحال شحال هاد برجع حتى للمباراه راه ما كاين حتى واحد كاين طول شي ديال لايف ما كان بحال الواحد يدير لايف ما كان حتى واحد يبارطاجي حياته في الفيسبوك ما كانت حتى حاجه. دابا اخوان لقيت التحسنات كاين بزاف ديال يعني ان شاء الله باغي تبدا فاش ما بغيتي تبدا بغيتي تبدا في انستغرام بزاف ديال الناس عرب قدوة. بغيتي تبدا فاش ما بغيتي تبدا عندك بزاف ديال الناس فهمتي يعني راه دارها وبما ان تنقول قدوة اعتبرو قدوة ما تعتبروش قدوة كتقول بما ان هذاك دارها دونك حتى انا ممكن نديرها بما ان اوبا بما ان واحد الواد هنايا صغيور بما ان السيمو لايف جاب على الباكي ب10.06 دارها دونك علاش حتى انا ما نديرهاش اصلا هذاك يمكلخ فهمتي جاب باك بشحال كاع 10.0 لا حياته كامله ماشي وحيد ليها من التاسعة من التاسعة قبل كنت تيقرا مزيان والله الثانوية هو يخرجوا رجليه الشوارع جا دونك ماشي ليا زعما ما كاينش شي ذكاء خارق ولا شي حاجة وماشي انا الاولاني ولا الاخراني وبما ان تقول بما ان هذاك دارها دونك حتى انت راك ممكن ديرها وفين دارها حتى هي مهمه. شحال هادي كتقول هذاك خونا راه دارها في ميريكان كتقول واه راه ميريكان هذيك راه متوفر عنده الابناك هما راه تلقي ليه اللعب كلشي موجود عنده الا كان عنده شي كريديت سكور زوين عنده تل ناقص 20000 دولار بلا الله كيبدا احنا ما عندناش هذا الشيء يعني انت باقي ما عندك حتى شي ريال مواطن امريكي راه كيشري عنده ديما كاين عنده الناقص. كنعرف انا السيد مشى يلا خدا الجرين كارد في امريكان كيوصل بغى يحل الكونت في البنكة السلام عليكم عطاو ناقص 5000 يعني شحال بغى يحل الكونت بغى يحل الكونت قال لي شحال تتحط قال له ما تنحط 100 دولار قال له اوكي شحال بغيت الناقص قال له ما عرف والو بيان سور اللي بغيتو
انت الحمد لله دابا عندك ناس في المغرب داروها دونك راه صافي انت مابقاش عندك شي دارها هذاك راه انت ممكن ديرها ولقيتها فاش دارها هذاك كانت كفص الوضعيه من دابا دابا الحمد لله الوضع تبدل ولقيتها مزيان شنو هي اقل حاجه ممكن تبدا فيها في السيفيو وهذاك العام كنت في واحد المؤتمر وقلت فغادي دير باش انت باش نجاوبك جواب زوين ودقاق وداكشي غادي تمشي ليوتيوب تكتب سيمو لايف عرب افيليت ساميت سيمو لايف عرب افيليت ساميت غاتلقى تما دويت على شحال من حاجه وتلقى حتى دويت على حتى بشحال تبدا وشوف اخويا راه كاين الناس بداتي ب $600 يعني تما تنقول 1200 كاين الناس بدات ب 600 وكاين الناس بدات ب 2000 ما تبقاش مركز بزاف على لا خاصني توفر عندي هاد الشهاد نبدا على حق اللي صراحه واحد بدا من والو شحال من واحد مصري هادو كنعرفهم مصريين شي بدا طلعت لي كومبين وحده رابحه جا عندي كونتاكت ثاني سيمو لايف عاوني ها الكومبين هي كوبي عندك وعطيني فيها 50% وماشي انا اللي درت هاد القضيه داروها مع شحال من واحد يعني بدا ما تبقاش تفكر بزاف راه ملي كتبدا ملي كتحط ملي كترك فوق العاود وكتمشي تشد الطريق شحال من حاجه اخرى كتيسر فهمتي انت خاصك تبدا شحال من حاجه غادي تيسر كتبقى كتفكر بزاف ما غاديش تبدا حتى حاجه ما غادي تيسر ابدا والكمال على الله الصوت الريح بزاف واخو راه فريمون هنا الريح بزاف خاصني نقرب ليا التليفون يقدر صوت مع الريح والو ما كنسمع كيتسمع والصوت الصوت دابا الدراري كي داير ما عرفتش درت يدي على الشاف فين كاين الميكرو ما عرفتش فين كاين كاع الميكرو في الريح فوق اول تحت اوكي خويا راه واحد قال لي جلس شي بلاصه عرفتي عرقان انت الكراسه عطاهم الله الطواله كامله كراسه كرسي جوج ثلاثه اربعه شي كاين شي 20 كرسي في الطواله هادي ولكن ما باغيش نجلس على حقيقه عرقان ولا عرقت اجي نشوف باغي نمشي نكمل الطار الدار هاكا نبقى نتمشى حتى نوصل الدار وندوش عاد ديك الساعه وي ما صعيبه غير البتيا خويا شفتي فريمون ما صعيبه غير البتيا وماشي ديك البتيا زعما كتمشي البتيا النهار الاول على حقيقه ديك القضيه ديال تمشي تبدا راه هي اللي هي كلش والواحد ما يبقاش يفكر بزاف على حقيقه ملي كتكون مسافر من مراكش لطنجه ما كتعرفش الطريق كامله راه كتمشي كتوكل على الله راه يقدر يكون دا كاع تكون دا البياضه خرج البركان دا ولا راه غادي تكون غاده توصل للسطاف تلقى شي اكسيدون غادي توقف في الطريق واحد ثلاثه السوايع غتلقى لوطوروت مسدوده وتوقف واحد ثلاثه السوايع ولا ما غاديش تكون داير حساب كتلقى مع العيد الكبير وغادي توقف سته السوايع غادي تلقى مع لومبوتاج وتوقف سته السوايع انت ما كتعمرش راسك بهاد الخوا الخاوي كامل ملي كتبدا راه كتبدا كداز الطوموبيله كديماري من مراكش كتشد الطريق المهم انت راك غادي لطنجه يخرج اللي بغى يخرج يطرى اللي بغى يطرى راك غادي لطنجه وشحال من حاجه كتيسر في الطريق واحد المهم تتبدا ما كتبقاش كتقول او ترى بغيت نبدا ولكن اخا السيمو بغيت نسولك واش ملي كتوصل برشيد او تاش وصلك انت برشيد انت بدا وملي توصل برشيد ولا فكاك ديك الساعه ولكن اخا السيمو دابا ملي كتوصل واش تشد لوطور الطريق فاس ولا غادي تشد لوطور الطريق قنيطره يا ودي ملي توصل ديك الساعه ملي توصل لهاد الحاله هادي يبان لك بلاكه كتقول لك ها طريق فاس وها لوطوروت ديال فاس وها لوطوروت ديال قنيطره وطنجه ديك الساعه غادي تلقى لها غادي تبان لك قدام عينك ما تبقاش تسول دابا بزاف بدا توكل على الله واللي جاي احسن واللي جاي فريمون من بعد غادي تصدم تقول ويلا صاحبي ما درتهاش من شحال هادي بقيت جالس كنتسنى بزاف وضيعت بزاف ديال الوقت الحاج السيمو من فمك الله اخويا علاش لا نحسو شي غير حنا ولكن نحسو بالتخبيه بلا ما يجبناش هاد الاخبار باش يبقاوش يقولنا الحاج السيمو تحيه ليك صاحبي من مصر الغاليه وليد محمد شكرا يا اخي السيمو ما عرفت علاش كنشوفك كنفرح يا اخي اخي شوف على حقيقه عينيك انت زوين هادشي علاش كتشوفني كتفرح كون كنت نيتك خايبه وعينيك خايبين ما غاديش تشوفني ما غاديش تفرح الخوت تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم تهلاو ليا براسكم وكما جا نقول ديما بدا وما تفكرش بزاف
وما تطرحش الاسئله بزاف وما تحمقش راسك بزاف، بداو توكل على الله وما يجيكم نهار الخير. يلا الاخوان طلعوا ليا في راسكم، تبارك الله عليكم، اللهم سخيت بكم.